سليمان الحسني يقول: ما الأفضل، صلاة سنة الفجر في البيت ثم التحية في المسجد، أم صلاة السنة في المسجد؟ عندنا صورتان في هذه المسألة. الصورة الأولى أن يصلي سنة الفجر بعد دخول الوقت، أي بعد رفع الأذان في الوقت الشرعي، فإن فعل ذلك فإن دخوله للمسجد ينبغي أن يكون عند الإقامة للصلاة حتى لا يتعمد أن يفصل بين السنة والفريضة بفاصل. مع ذلك إن حصل فلا مانع من أن يصلي ركعتين، لكن الأولى في حقه في هذه الحالة وهي الصورة الثانية، طالما أنه سيصل إلى المسجد مبكرا قبل إقامة الصلاة، أن يؤخر السنة ويصليها بعد ذلك في المسجد. فهذه هي الصورة الثانية، أن يكون عنده متسع من الوقت ويذهب إلى المسجد فيصل مبكرا، ففي هذه الحالة الأولى له أن يصلي السنة في المسجد، وكما تقدم فإنها تغنيه عن تحية المسجد. والله تعالى.